بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا نتواضع إليك حتى نحسن الدعوة إليك. آمين يا سميع يا بصير. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. اصلوها أي ادخلوها وقاسوا حرها. اصلوها هي جهنم، من ذكر البصر ماذا أم أنتم لا تبصرون، وقال هذه النار قبلها. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. من غير شيء، قبلت تحمل العذاب ولا لم تقبل سيئا، ما غير شيء من حالك، حالك أنت اكتسبته ولحيت في اكتسابه، والاستمرار في اكتساب الأرعب، اكتساب الجهلة، ويضر الجاهل نفسه من حيث ينوي أنه يفيدها. إذا بالله ونسيان المولى والردى، أي الموت والبلاء، نسأل الله أن نكون بعيدين عن مقتله.